بسم الله. ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا في كل زمان ومكان، يا حنان يا منان يا هادي. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى بعد خسارة مستمرة، حيث الدنيا اختاروا الدنيا عن رضا الله اللي بيده خير الدنيا والآخرة، وخسرت الدنيا والآخرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة اللي كذبوا بها، هيا قل من خلق قلك الله، ولكن يخفي اللي مع الله شركاء. شي يزرع وقت ياك تبدا تبرمش، تبدا تكشف ما أرادوا أن يخفوه. يا رأيك في العودة بعد الموت؟ العودة من الموت شو رأيك فيها؟ يزي ما تقول الكلام شو بعد؟ أنه بعد هو في رأيه اللي يعمل اللي يحب، ويقتل من يقتل، ويفجر مع من يفجر، ويعتدي على من يعتدي، ويقتل ويقتل، وما بماش بعد حساب. لا يا سيدي، الله سريع الحساب. وقت يقول لك يا سيدي راك أرخص الناس عند الله وعند الأنبياء الكرام عليهم السلام، وعندنا أمة الإسلام أمة بحق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، اختلفت اليهود على 71 فرقة، ونصارى على 72 فرقة، والمسلمين بين ظهرين إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا الواحد هي نحن. نحن لو هنا منازع احنا عن الحقائق اللي ذكر مولانا وذكر الانبياء عليهم السلام. عاد يقول حتى اذا جاءتهم الساعه، ومجيئها كيف يكون؟ كيفاش تجمع الرسل؟ واعطيونا صفه واحده عم تحدث، واكرم الله، واعلم بما ان نتغذى بكلام الله ومأدبه الله هي القران. احنا نعرف نار، وانتم ماذا تعرفون على القرآن؟ تعرفوا تكذبوه وتغضوا الطرف على الكلاب المستشرقين، وتزيدوا ترضوا على الكرب الذي يدعون الإسلام والإسلام لهم، ويبدأوا يجاريوا المستشرقين، وزيدوا على ما قال المستشرقون من أكاذيب. ردوا بالكم راكم والله مرتين بكل طريقة التورط. اليوم كل فاسق ما لا يجر يقول أنا مسلم وخير المسلمين، وبعد يعين أعدائنا في مقدمتهم كلاب الأوريونتاليست هذوما المستشرقين. ربي كيفاش تحبوا؟ وين تحبوا توصلوا من الوقاحة والتمرد على الله؟ راهو مش يصالحك باش تتمرد، ومش يصالحك باش تنتسب إلى ربي. قالك هؤلاء أعدائي، اللي يحب يتعب في القرآن لا يفهم من هو الإله، وإذا كان ما فهمش من هو الإله مش مشي بأن القرآن كلام الله. نعود إن شاء الله.